السلامة ومرحبا بكم. اليوم راح ندير معكم غسالة اللي طلبتوها مني يا لونتون. الوغ راح ندير معكم التليتلي. الوغ تليتلي على طريقتي بيان سور، الناس اللي قاعدين يديروا لي في اللايف لي كومونتير كيما اللي قريتو الصباح. ماذا بكم كي نعود نهضر اسمعوني، خاطر انا ديما نقول على طريقتي، انا طريقتي انا كيفاش ندير. راه تحبوا تتبعوني تحبوا ما تتبعونيش. لا غوسيت اون جينيرال نمدها كيما راهي، وشن هو ساعات ندير كلكو موديفيكاسيون اللي انا نحب نحطهم في لا غوسيت نتاعي. فوالا درك واش راح ندير. عندي تليتلي تاعي واش فيه، رايح نطيب شويه برك تليتلي، ماهيش حاجه، مش راح نطيب ياسر. الوغ نطيب رطل بركه باسكو ماناش نومبرو، رطل ودرك يقعد لي حتى العشاء. الوغ عندي راح نحط فيه الدجاج، رايحه نحط شويه نتاع الدجاج هنا وشويه نتاع اللحم. لا الدجاج ممكن ننقص ما نحطش كلش. عندي هنا زوز بصلات كبار، زوز بصلات كبار انا جي بريفيري نقصهم بالموس، باسكو انا جينيرالمون كي نعود نجمر في التليتلي من نصفيه من البصل والحوايج الاخرى. عندي نعاود لكم زوز بصلات كبار قصيتهم بالموس بركه. عندي هنا ثلاثه سنات نتاع ثوم، سنات ما همش كبار ياسر، شويه بركه. عندي الحمص، عندي كعبه طماطم صغيره مرابيه، عندي فلفل حار نحطه على الاخر كي يقرب يطيب. الحمص قلت لكم عليه. عندي شويه نتاع ملح، انا ما نكترش الملح كيما تعرفوني. عندي الفلفل اكحل، وعندي شويه هادي نتاع القرفه، انا من النوع اللي ما يحبش القرفه ياسر، دونك جامي نكتر، جامي نحط العود كامل، نقسمه على ربعه ولا على خمسه مرات. فوالا درك راح نبدا لا غوسيت نتاعي. الو راح نحكي مبرمه بالكسكاس، انا حطيت فيها شويه نتاع زيت. الو الزيت حطيت ابوبري زوز مغارف، زوز مغارف تاع ماكله مش حاجه كبيره. الو نحط الدجاج ونحط اللحم، كوم احنا ماناش ياسر جوبونس با نحط الطرف الاخر تاع الدجاج. الو نحط اللحم باسكو انا في الدار كاين اللي ياكل الدجاج وكاين اللي ياكل اللحم، ما ياكلوليش كلش في الدار. دونك راح نحط عليهم البصلات هادوما زوز، قلت لكم اللي قصيتهم بالموس، نعدلها مليح باسكو ماكمش قاعدين تشوفوا. فوالا نحط الطماطم، نحطها من الاول الطماطم باش هذاك هو تطيب لي مليح مع البصل، تدوب لي مع البصل. ونحط الحمص، الحمص عندي جبته من الكونجيلاتور ماهوش طايب، جوست مرلخ برك. هذا واش نحط، ونحط عليهم الملح والفلفل الاكحل والطرف تاع القرفه هذاك. فوالا الوغ الثوم ما نحطوش درك، الثوم كي نشوف البصل تاعي دبال مليح وكلش في نص التقليه نحط انا الثوم تاعي. راح نخلط، راح نخلط كلش مع بعضها. فوالا ما نحطش طماطم كونسيرف ما نحطش فيه. بعد نخلط كلش ونقفل عليه ونحطه يتقلى. كيما تعرفوا انا نقلي البرمه تاعي فريمون ياسر، نقلاها نعطيها وقتها اني البصل تاعي يدوب خلاص في البرمه. فوالا الوغ كي قرب نحبس التقليه نحط الثوم كيما قلت لكم قبيله. عندي هذا التليتلي، الوغ التليتلي عندي جوست رطل هنا. واش رايحه نحط فيه؟ رايحه اول حاجه نحط فيه الملح. التليتلي ماذا بيكم تملحوه شويه، سينو يجيكم كي طيبوه من بعد يجيكم مسوس. انا حطوا فيه شويه نتاع ملح، هذا ما كثرتش ياسر، وحطوا فيه انا هذه لا كونتيتي نتاع رطل التليتلي راح نحط فيها مغرف نتاع زيت. فوالا مغرف تاع زيت، ونخلط كلش مع بعضه. حطيت الزيت هذاك وحطيت الملح، خلطت كلش مع بعضها. درك نحطو هنا دو كوتي، شوفوا معايا البرمه تاعي قاعده تتقلى. انا حطيت الثوم، درك حطيت الثوم وراح نحط شويه نتاع الملح، ابوبخي فنجال صغير بركة، تزيد تتقلى لي واحد 10 دقائق دي مينوت اخرين ونبدا نمرقها. الو بعد ما تقلى كلش رايحه نحط المعنى، شوفوا معايا. الو نحط هذه القرعه فيها اطرا ونص. انا ما درتش الماء سخون باسكو الماء تاعنا النهارين هذوما ماهوش مليح. فوالا الماء النهارين هذوما ماهوش مليح تاعنا، دونك جو بريفير ندير بالماء هذا حتى يصفى. الوغ عندي هنا اطرا ونص حطيتها في لا كونتيتي تاع رطل انا ندير، رايحه نزيد عليها
ا ابري ربع ايتره برك، نزيد عليها ربع ايتره نتاع ما سي تو، ونخليها تغلي. كي تبدا تغلي راح نحط التليت لي تاعي يبدا يفور. برك رايحه نبدا نفور التليت لي تاعي بويسك المرقه بدات تغلي. الوغ نحط التليت لي في الكسكاس نورمال، ما نحط عليه لا ماء لا والو، ما نحطش عليه الماء درك، نخلي حتى يفور الفوره الاولى ونعطيكم كيفاش نشربوه. تليت لي هاو بدا يفور دركا، درك بدا يفور، راح نحركو شويه برك خاطر درك يبس لي في بعضه. الوغ نحركو شويه ومن بعد واش نعملو؟ رايحه نغطيه، لازم تغطيوه. تليت لي كي طيبوه غطيوه، ما تخليوهش عريان، كوم سا راح يطيب يفور في الـ في الـ في لافابور هذيك، ما تخرجش لبرا. تليت لي ماهوش كيما الكسكسي، ماهوش كيما الكسكسي، دونك il vaut mieux نغموه نغطيوه كي يعود قاعد يفور. بون الكليت لي عنده واحد 20 مينوت هكاك هو قاعد يفور. الوغ نحيه كيما تشوفوا، نعاود نرجع الخطا على البرمه. الوغ نفرغوا في الكاسه تاعي دركا. انا نعاود لكم اني ما حطيتش فيه الماء خلاص في الاول، حطيت جوست الملح وشويه نتاع زيت، فوالا سي تو، ما نحط فيه والو في الاول، سيتادير ني ما ني ريان دو تو، خليوه يفور وهو يابس هكاك. حاجة واحدة لازم تغطيوه، لازم تغطيو تليكي كي يعود يفور. الوغ شوفوا معايا درك، الوغ نحلو شوية هاك ونحكم الصفاية، نا صفاية صغيرة برك. الوغ نجبد شوية نتاع مرقة، عندي لالوش هادي نجبد بها شوية. الوغ كي تعودوا تجبدوا في المرقة حاولوا تجبدوا من فوق، تهزوا معاها الزيت وصفيو باش ما يجيكمش هذاك البصل والحوايج الاخرين في التليت لي تاعنا. فوالا نحط شويه انا ابوبخي، حطيت مغرف تاع سيغو، نخلط مليح ونخليه يشرب لاصوص هادية. رايحه نخليه يشرب لاصوص مليح مليح مليح، كي يشربها ويعود ما عندي حتى شيء في القصعه نعاود نرجعه يزيد يفور اون دوزيام فوا واحد 20 مينوت اخرين، وبيان سور نغطي عليها شاك فوا. بعد ما تشرب هذاك لاصوص اللي حطيتها له انا، بيان سور قلت لكم تهزو من فوق، تعودوا راح تسقيوه هزو من البرمه من فوق. انا الطل هذا حطيت له مغرف تاع سكو كامله ابوبخي، مغرف كامله، وبيان سور صفيوها ما تخليوش فيها هذاك البصل والحمص والثوم وكل، صفيوها مليح. بعد ما شربت كيما تشوفوا رايحه نعاود نرجعها واحد 20 مينوت 20 دقيقه اخرين تفور وانا نقفل عليها. لا شوفوا معايا درك واش رايحه ندير. الوغ عندي البرمه هذه فارغه ما فيها حتى شيء، فارغه، واش راح ندير؟ راح نحط فيها هذا التليت اللي فار بعد ما فار الفوره الثانيه، حطيته راح نحطه في البرمه هذه. فرغته لهنا في البرمه هذه، واش راح ندير؟ عندي الصفايه هذه، اللي ما عندهاش صفايه هذه باغ اكزومبل ولا بامبورت، دير بالكسكاس اللي فورت فيه او تحطوه من فوق وتبداو تبزعوه ولا تصبوه في هذيك المرقه، تصبوه في المرقه او ميم طون تتصفى. راكم تشوفوا المرقه تاعي جاتني بيضه، فوالا رايحه نصفي انا ونصب المرقه. الوغ المرقه ما نصبهاش كامله، رايحه نشوف حتى ني يتغطى لي التليت لي هذا، كي يتغطى التليت لي نحبس. واش ندير درك؟ نحطو يتجمر، نحطو على نار قليله خلاص ونحرك، كي نشوفو مازال ما طابش و استاذ لاصوص اللي حطيتها هذيك شربت وتليت لي مازال ناقص طياب، رايحه نزيد نصب عليهم مي اشاك فوا لازم نصفيها. يفو با كي نعودو ناكلو نلقاو البصل والواحد هذاك الحمص مخلط في التليت لي. فوالا انا راح نكمل نصب المرقه لهنا ونحطو يتجمر ونرجع لكم. شوفوا معايا، شوفوا او يعوم في المرقه، ها يعوم في المرقه، ومازالت عندي شويه في البرمه هذه، مازال عندي شويه نتاع مرقه لهنا رايحه نخليه. اون سي جامي ما تكفينيش هذه، درك نحطو يتجمر على نار قليله خلاص كيما قلت لكم. بون نرجعوا للتليت لي تاعنا. الوغ انا جمرتو فوالا، راكم تشوفوا على النار هاديه خلاص، نار قليله خلاص، شرب هذيك لاصوص، زدتو غير شويه ومازال عندي شويه في البرمه. درك واش رايحه ندير مادام نقدروا نقولوا سي بون؟ الوغ درك نحط عليه الطرف تاع الزبده،
ونخلطه ونطفي النار، نحرك مليح حتى ندوب لي هذيك الزبده فيه، ونعاود نغمو ونخليه. الوغ نخليه واحد الخمسة دقائق هكاك وهو مقفول عليه حتى يزيد يتشرب مليح هذيك لاصوص ونحيه. انا عندي بتيت غومارك، انا كاين اللي يديروا التليتلي هذا يقليوها قبل ما يفوروه، انا ما نقليهش. عنابه ما يقليوش التليتلي، ما يتقلاش خلاص. انا نهضر على غوسيت اوتونتيك، على غوسيت الاصليه تاعنا. في عنابه ما نقليوش التليتلي الا حالات وين يحبوا الناس يقليوها، مي هي نو ما يتقلاش. نفوروه دو فوا ولا تخوا فوا كيما حبيتو، ومن بعد نحطوه في لاصوص كيما نعدت لكم. انا قبل ما نحطه في لاصوص حطيت القرن تاع الفلفل هذاك، كي شفت القرن تاع الفلفل طاب نحيت هذاك وفار التليتلي تاعي نحيته. وراكم شفتوني كيفاش عملت. درك نغموه نقفل عليه كيما قلت لكم واحد 5 مينوت برك يزيد يشرب مليح هذيك لاصوص، ونعاود نرجع لكم وتشوفوه مسقي لكم التليتلي بعد ما طاب. الوغ كيما نعدت لكم انا لي زيتاب كامل، هذا انا نطيبو بلا مانيا هاديه، وما حبيتش نحط فيه طماطم مكعب. كاين اللي يحطوا طماطم مكعب يديروه احمر بليتو طماطم كونسيرف كونسونتري، يحبوه احمر. انا نحبو كيما هاك باسكو فيه القرفه، دونك كي تعود حاجه بالقرفه ماذا بينا تكون شويه بيضه. الوغ سي بور سا حطيت انا طماطم مكعب باش ما تسيبليش الحموره هذيك. فوالا نقول لكم جربوا لا غيسيت هدية. هدي سي ما مانيير دو فير هذا تليتلي، انا طريقتي اللي نطيب بها تليتلي، وان شاء الله تعجبكم لا مانيير تاعي. نقول لكم كي طيبوها تاكلوها بالصحه والهنا، وما تنساوش ليش لي جيم لي كومونتير وتابوني، واللي ماهمش ابوني. ونقول لكم نتلاقى معاكم في غيسيت واحده اخرى ان شاء الله، وفي الامان.